التغير المناخي الحقيقة إنه يعني خاصة السنة اللي فاتت لحق أضرار في مزارعين الزيتون درجة أولى. في كانت نسبة حر كثيرة، موجات كانت يعني تيجي طويلة، كانت تستمر 20 يوم و 25 يوم مع أجواء خمسينية، فهذا كان له أثر سلبي على الزيتون. الزيتون يعني حسينا إنه في صار النقص في الإنتاج، كمية حب عليه كثيرة بس ما أعطانا نسبة الإنتاج اللي كانت يعني حسب العوائد نأخذها منه. إذا بنرجع شوي للخلف لسنة 2005 و2006 في صار كساد في سوق الزيت، ونباع الزيت بسبعة شيكل ثمانية شيكل، فواجهنا صعوبة في تسويق الزيت، وصار يعني الواحد هيك يعني الشغلة ما فيش عنده رغبة فيها، ما فيش مردود اقتصادي بهاي الأسعار، إلا أنه الحمد لله جمعية فلسطين للتجارة العادلة بالشراكة مع شركة الكنعان هذولا صاروا، أنا دخلت عضو مع الجمعية في سنة 2008، حطونا سعر للزيت، لو الزيت انباع بعشر شيكل هم حد أدنى بدهم يأخذوه بخمستاشر شيكل، بعدها رفعوا الحد الأدنى لتسعتاش. هسه صار عندنا إحنا تحفيز أو حافز إنه هذه فرص استغليناها، إنه إحنا صار عندنا المنتج أول إشي تسويقه مضمون والسعر مكفول بطريقة إنه في يعني مردود اللي يستحق الاهتمام بشجرة الزيتون. فمن هنا صار عندي أنا اهتمام بشجرة الزيتون بقدر الاستطاعة، يعني قديش بقدر استطيع يعني، وهي الحمد لله عندي الزيتون اذا بتلاحظ كله الحمد لله يعني تقليم، وفي قديش بقدر اجيب له زبل عربي بحط له، ويعني في اهتمام. هذا العشب بصبر عليه تصير اواخر شهر ثلاثة على اساس يعني نهايه فصل الشتاء بنوقف عمال وبنتعاون معهم وبنقلعه قلاعه وكله بنثبته على حوالين الشجرة على القرمية تبعها مشان يحفظ الرطوبة عليها ويحميها من حر الصيف وتقلبات الصيف هذه والتقلبات الجو هاي اللي صارت عندنا، هاي التغير المناخي هذا اللي جاب لنا مشاكل كثيرة. فصار عندنا الحمد لله يعني منتج الزيت في عليه طلب، سوقه مفتوح، المنتج مبيوع كلياته، يعني لو عندي بدل الطن 10 طن زيت كلياته مبيوع الحمد لله. فمن هون انا ما فيش عندي يعني خوف انه يصير عندي كساد على المنتج يظل عندي ما اقدرش ابيعه.